مالوريزمون حنا ما با دو فيس ما با دو فيسك في الجزائر. اون با دوتوريتي في الجزائر، ما عندناش غوفرنمون، ما عندناش، ما عندناش. هاني قلت لك رايس جا استقبلوه في واحد الفوضى، بهدلوا بينا، بهدلوا بينا. دونك باش راح مين دون اوني دون امباس. وي اوني دون امباس. وي واش حنا زاد طرابوات نقول لك لا لا راح ما راح متربي سننتصر، رانا في العظمه، سلمياتنا سلميات، ما نقولها لكش راهي لامباس، سي اون امباس. ما كانش ديريكسيون بوليتيك، سي اون امباس. ودوك يجيبوا البرلمان نتاعهم ويجيبوا المياه نتاعهم ويجيبوا كلش نتاعهم، مادام ما عندكمش قياده، ما كاش قياده سياسيه، مادام الشعب ما اختارش قياده سياسيه في الداخل وفي الخارج، ما يهمنيش، ما يهمنيش. العلم يقول قياده سياسيه وخذ معركه، بلا قياده سياسيه معركه تاعك خاسره. بارك غنجحها كيما حبيت، لوكران ما ربحت ولا جيورجي ما ربحت والهند ما ربحت وما كانش، او بورتو الهند كانت عندها قياده سياسيه لكن ادت الى تقسيم الهند الى قسمين، هادو زوج دول باكستان والدرك حرب بيناتهم. سمو بارلون دو كو فوز ابي بارلي دو 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 بارلمون، كاين ان ديبوتي ان انسيان مينيستر كي تاكوزي دافوار ديتورني ولا ترونسفيري 10 مليار دولار دورو ايليغالمون à l'étranger où la justice elle a demandé 10 milliards de dollars ou d'euros. Si c'est des marchés publics, c'est des marchés publics. Donc fait détourner 10 milliards de dollars parce que je m'en attaque ou là. L'information elle est tombée sur les réseaux sociaux. 10 milliards ou 10 millions. Non, 10 millions, 10 millions. 10 millions d'euros. Ah normal, 10 millions d'euros. Ah, hadi ça va. 10 millions d'euros. Ah, non, l'essentiel, l'information, c'est pas ça. C'est que la justice a demandé la levée de l'immunité d'un député et les parlementaires, alors que ça autour là, des trucs, les drochables. Mais pour protéger un des leurs, ils n'ont pas hésité. تقدر تلوم انت كانسان على كلب يعض؟ اصلا الكلب معروف انه يعض، كون تلوم على كلب باسكو الكلب عض، سيك انت اللي مهبول ماشي الكلب. الكلب دور تاعو انه يعض، برلمان تاع الشكاره، برلمان تاع الخماج، واش تسنى منه؟ واش تسنى منه؟ حابين تجننوني، واش تسناو منهم؟ ما عندك ما تنظر منهم، واش برلمان اصلا؟ والاحزاب اللي في البرلمان واش تسناو منها؟ فوت ريزونابل. بون ابارامون تبوني لا بالي دو حوار، اي جوسكا ميتنون انا rien vu حيوان ميم لا ليبراسيون تاع ال تاع ال تاع ال لي لي بيزوني تاع دو لوبينيون هي سي فيت او كونت غوت ولي خرجوا ايزون بيرجي دي بان والله كان علاش يا استاذ نفس الاجابه واش تسنى من واحد البارح قال لكم اقسم بالله غير برنامج بوتفليقه ينفذ مهما كان اكزاكتومون رانا فيها واش تسناو من واحد حكم رئاسة الحكومة 10 أيام حاوزوه كي الكلب خرج قالهم ثقتي كبيرة في بوتفليقة واش تسناو من واحد كان يمشي هكات بات باش يخزاوية يقرروا في ودنه واش تسناو من واحد ما قدرش يربي ولادو عنده واحد ومطايش في الحبس بور ترافيك دو كوكايين ناركو تيروريزم اي بور بلانشيمون دارجون مين نتوما مراد تطرحوا في أسئلة شغل عندكم حكومة حقيقية ورئيس جمهورية حقيقي ودولة قانونية وتطرحوا أسئلة نتوما ولا كولومبي تاع لي زاني 70 كيف كيف لا كولومبي لا 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 في كيف 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 قانون ما كانش تشيبا بارتو
مولتي كيفوت شعب محقور اعفس اقتل اذبح عندك تيكي برك وما زالوا ناس سلميتنا اقوى من رصاصهم او ما ضربوكش بالرصاص يا بهيم لا استعملوش معاك الرصاص استعملوا معاك التقزيم وعدم الاكتراث وعدم المراعاة لأنك مشيت لهم في الخطة وما عندكش قيادة باش تجابحهم هما مالقرع عصابة وعصبة مفسدون في الأرض بصح عندهم هيكلة بصح انت ما عندكش هيكلة سارة بيري تقول كومو فيغ وشوازير لي ريبسيبون في حياتك بصح لا سي سي اون با شوازير هنا فاني غادي ندخلوا في صراع واحد اخر بالك نو افون دو شوازير il faut accepter l'idée déjà que nous des représentants تاع الحراك voilà au cas où on accepte déjà accepter l'idée كي تقبلوا l'idée تاع les représentants تاع الحراك et ben vous avez le choix de toute façon les représentants تاع الثوره الشعبيه ما يقدروا يكونوا الا من جزائريين الخارج يجيو قيادات من جا من الداخل لكن بعد ما نروحوا للمرحله الانتقاليه وين يكونوا الناس هادو امنين وفي امان لكن باش تكون قيادات سياسيه داخل الوطن مع الطغمه الاستعماريه هذه هذه تعتبر استحاله سمو يعني في ريفليكسيون تاع وحده على بيان دي هذاك فينالمون نو زافون ان بوفوار ديابوليك سي النيو كولونياليزم اسمو هذا اسمو النيو كولونياليزم مش ديابوليك حنا برك ما مع الصورة ماشي واضحة مليح للشعب ما هذا الاستعمار الحديث يبا يبا جو بونس با يبا دوت كاستيون ك دوباب دوباب باش نشوفوا لابريتيزم تاع الشعب وين وصل حتى يقول لك رانا ملاح غير خطونا ملاح فاش ما نسي با فرونشمون حنا نسي با هاد الناس اللي راهم ملاح في الجزائر ما فهمناش فاش راهم ملاح هذه هي لكن اغلبيه الشعب الجزائري حاسه روحها مليحه الله يهني سعيد بسعيده هذا الشخص نقول لك شو هاد لي رياكسيون دي بار اون سو دي ريان نو فا دون سو بيي تشوف هكا دي رياكسيون كيما هكا كي تقول لي بالك هاد لي جون باك يفيفا باك يفيفا بالك هي تقدر تشري البطاطا الحليب تاع 10000 بالك شنو راه نهضروا مع الناس اللي كفروا على الشكاره تاع 25 دينار اكزاكتومون وراهم بزاف على يا بازون شوز ا